الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، هنا شرح أصول الإيمان. إثبات صفة الرضا لله جل في علاه، إثبات صفة الرضا لله تعالى. ولولا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. الحمد لله على نعم الله. ويشرب الشربة فيحمده عليها. هنا أراد المصنف بإيراد هذا الحديث إلى إثبات صفة الرضا. انظر، هنا كان يتدرج الإمام بأن يأتي بالصفات الذاتية والصفات الخبرية بعدها والصفات الفعلية، كأنه يقول نترقى في هذا الباب، نأتي بالصفات الذاتية وهي أعظم من الصفات الفعلية، ولأن الصفات الذاتية الله جل وعلا يتصف بها على الديمومة أزلا وأبدا. فهنا الصفات الذاتية هي أزلية أبدية، الله جل وعلا يتصف فيها أزلا وأبدا. الصفات الأزلية والصفات الفعلية قد يتصف فيها حينا ويتصف فيها ولا يتصف فيها حينا آخر، لأنها تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة، ويتفقان في التأصيل بأن الصفات الفعلية هي قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد، لأنه لا يمكن أن يقال بأن الله تعالى اتصف بالرضا قبل أن اتصف بالرضا بعدما لم يكن متصفا بها، أو اتصف بالكلام بعدما لم يكن متصفا بها. هذا معناه أنه إذا قلنا بأن صفة الرضا صفة كمال، طب قبل أن يتصف بها كيف كان؟ نعوذ بالله. فالحق أن نقول بأن الأصل بذلك أن نقول بأن صفة الرضا، أن الصفات الفعلية كلها، ليست الكلام فقط، كلها قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد، والرضا منها. ولأن الله تعالى يرضى إذا توفر سبب الرضا، وبين هنا من أسباب الرضا أنه يكون شاكرا، يكون حامدا لربه جل في علاه. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، ويرضى عن العبد إذا شرب الشرب أن يحمده عليه. ولأن الله يحب من عباده الشكر، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى وقال الله تعالى مادحا: الشاكرين من عبادي من أوليائي وأصفيائي وأنبيائه، إنه كان عبدا شكورا، شاكرا لأنعمه. واسم النبي صلى الله عليه وسلم على الحمد والشكر. ولذلك جاء المصنف هنا بالصفات الفعلية التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا. والعجيب أن هذه الصفات كما قلنا لأنها صفات اختيارية، فإن أهل البدع والضلالات لا يصفون الله بهذه الصفات. فالأشاعرة يقولون إرادة الثواب، ونحن ولله الحمد والمنة أعظم منهم إثباتا، ونقول نحن نثبت الصفة ولازم الصفة، لأن الرضا لازمه أن يثيبه، أن يمتعه، أن يمكن له إرادة الثواب. فنحن نقول إرادة الثواب تكون نتيجة عن الرضا، فنثبت الرضا ونثبت إرادة الثواب، فنثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. وأهل السنة والجماعة عند الصفات الاختيارية يصفون الله بها تحت تقعيد أيضا العام: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الصفة دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف معلوم، ونقول ونثبت للصفة كيفية، لأننا لا نتصور ذاتا بلا صفات، ولا نتصور صفات بلا كيفية. فتكون الصفة لها كيفية، لكن كيفية غير معلومة، كيفية غير معلومة، تكون الكيفية غير معلومة، يعني موجودة لكنها غيب. الذي لنا وعلينا أن نحمد الله على أننا نؤمن بها، على أننا نؤمن بها ونسلم لها، ونقول كما قال في الصفات الاختيارية الإمام مالك: الاستواء في اللغة معلوم. نقول الرضا معلوم، يعني في اللغة الرضا في اللغة معلوم، والإيمان به واجب. الرضا في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. والفرق بيننا من الأشاعرة أيضا أن الأشاعرة يجعلون ذلك من الصفات الذاتية أيضا، كأنهم يقولون بأن الله يرضى عن العبد المسلم حالة كوني كافرا أو حالة كوني مسلما. هم قالوا ذلك عن عمر وعن غيره، يكون محبوبا مرضيا عنه حتى ولو كان كافرا لمآله. وهذا معناه
يعني هذا لو نظرت إليه تجد أن معناه أنهم يقول الأمر إليهم إلى الصفات الذاتية، لأنهم ينكرون الصفات الفعلية، ينكرون الصفات الفعلية. وطبعا كما قلنا أن 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 العلة عندهم كما شرحنا قبل ذلك في كتب الشيخ الإسلام تيمية أنهم يرون أن هذه حوادث، ولو أثبتناها يبقى يكون الله محل الحوادث، وما كان محل الحوادث فهو حادث. سفسطة يونانية وفلسفة كفرية، ولولا أنهم جهلة وعندهم بعض ما يحتمله اللغة لكفروا بما فعلوا. ولكن أمتع الناس وأسلم الناس من سلم لربه وأثبت الصفات وأثبت الذات وأثبت الأسماء على قواعد أهل السنة والجماعة، يثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي ما نفاه الله عن نفسه من كتاب أو سنة على وفق ما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا يرضى والله جل وعلا يغضب، وكل من الأفعال الاختيارية. قال الله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم. فالرضا له أسباب، ومن أسباب الرضا كما قلنا الطاعة بكلياتها، فإن الله يرضى عن العبد أن يكون مطيعا، وإن الله يرضى عن العبد أن يكون مستسلما مستكينا، وأن يرضى عن العبد أن يكون صاحب لسان ذاكر لربه جل في علاه. وهنا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فرضي الله عنهم حين بايعوا، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فرضي عنهم حين المبايعة. وأما في المآل عندما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في المآل، فيكون رضا ليس بعده غضب ولا سخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول له الجنة وشف عليهم يقول أرضى عنكم فلا أسخط أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المصنف هنا أراد أن يبين لك المسألة المهمة، هي مسألة الأدب في إثبات صفات الله جل وعلا. وبين أيضا أن صفات الله، كل صفات الله كمالات، لكنها تتفاوت في الكمالات، وإن كان كل الصفات كمال والأسماء حسنى، لكنها تتفاوت في الكمالات، تتفاوت في الكمالات. والتفاوت في الكمالات ما معناه؟ التفاوت في الكمالات معناه هو التفاوت في الكمال هو معناه أن نقول صفة الذات أكمل من صفة الفعل. لما صفة الفعل ترتبط بالسبب، قد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، أما صفة الذات يتصف بها أزلا وأبدا. الفاظ مستنبطة: فضل الشكر، تمام عبودية العبد، تمام عبودية المكلف، النظر إلى إحسان الله جل في علاه والعمل به. يتصف الله بالرضا والغضب على ما يليق بجماله وكماله وعظمته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.